شارع نابلس حتى الان ما زال الموضوع مثلا في المدينه بالنسبه للتنسيق مع السلطه ما في تنسيق مع السلطه حتى تم تطبيق السلطه باي نشاط من قوات الاحتلال في المدينه بعد الاختلاف الموضوع من جهه السلطه ما في اي تنسيق لحتى الان ما بلغوش باي عمليه داخل مدينه نابلس بالنسبه للتشكيلات في عدد من المحافظين على حاجز الزعتره عدد كبير من الجبال